الله وش يقول عن صلاة القيام؟ يا سلام عليك، لأنه يدرك أن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن لك في النهار إيش؟ سبحا طويلة، في شغل واجد، فلا بد يكون لك نصيب من الليل. لا يمكن تتقوى على عمل ولا علم ولا غير ذلك من أمور الدنيا والدين إلا بطاعة خفية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال الله فلا تعلم نفس إيش ما أخفي لهم من قرة أعين. قال العلماء أخفوا العمل قيام الليل أخفوه، فأخفى الله لهم الجزاء، كان جزاءهم عظيم عند الله سواء في الدنيا ولا في الآخرة. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يجي من معركة ويأتي من 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 قضية مهمة عقدية نزلت عليه آيات من القرآن، ويجي تعبان حطمه الناس، وإذا رجع بيته يبغى يرتاح، قال الله جل وعلا فإذا فرغت فانصب، أنت خلصت من الأمور الرسالة العامة فانصب الآن، وقف في محرابك وكبر وصلي ليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا منهج الأنبياء، منهج قيام الليل. وأقول الشتاء أخواني أخواتي، الشتاء فرصة غنيمة المؤمن، نهاره قصير فيصام وليله طويل فيقام، أقل ما فيها الوتر. وهذه نصيحة لكم كلكم يا شباب ولكل مسلم، لا تنام إلا وقد أوترت. اللي يوتر الليل كأنما قام الليل كله، مجرد أنك تصلي ركعة واحدة كأنك قمت الليل كله، لا يفوت الإنسان هذا الأجر. ثم قيام الليل، صفات المؤمنين في قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.